كارثة ومصيبة بالنجف. هذا بث مباشر أهل النجف. هاي اليوم مصيبة بالنجف، تسع دعاوى على أمير المؤمنين. أنا فتحت بث مباشر حتى أراوي الناس الفساد وفساد الأحزاب. شيعة أمير المؤمنين، شيعة علي أمير المؤمنين، علي تسع دعاوى، أكو كفيل إله. أمير المؤمنين مشتكين علي تسع دعاوى. الفاسدين الأحزاب الفاسدة تسع دعاوى مشتكين على أمير المؤمنين. تفزعون العلي لو ما تفزعون؟ أكو واحد يفزع لأمير المؤمنين بالدليل. بلدية النجف تقيم دعوة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تفزعون لأمير المؤمنين لو ما تفزعون؟ إذا أنتوا شيعة علي بن أبي طالب فزعوا له، هذا مظلوم. أمير المؤمنين مظلوم يا ناس يا عالم. منو يفزع الأمير المؤمنين؟ هاي بالدليل، بالدليل الأحزاب الفاسدة تريد داخل الصحن القطع الأراضي، الأراضي المجاورة. اللي يسمعني ويصيح لبيك يا علي، منو العلي بن أبي طالب؟ هاي كتاب رسمي من رئيس الوزراء، كتاب رسمي من رئيس الجمهورية. يا جهة ملتزمة بلدية النجف، يا جهة ملتزمة بلدية النجف، افزعوا أولاد علي، المواكب الحسينية، الشرفاء. صحن أمير المؤمنين بخطر. اليوم جبت لكم دليل، دليل تسع دعاوى على علي بن أبي طالب من قبل بلدية النجف. من يفزع؟ أكو واحد يفزع لأمير المؤمنين لو ماكو؟ من يفزع؟ أنا مواطن نجفي، أنا مواطن نجفي، جبت لكم دليل. صحن أمير المؤمنين تسع قطع أراضي راح ياخذوها. من الجهة المستفيدة؟ من اللي راح ياخذ هاي القطع اللي تقيم بالمليارات؟ شلون تظلون ساكتين والاحزاب جات نهبكم؟ وصلوا الاستثمار، وصل لامير المؤمنين. هذا صحن امير المؤمنين راح ياخذوه من عندكم. كتاب رئيس الوزراء، كتاب محكمة النجف، بلدية النجف، منو ملتزمها؟ منو يطلع وياه للامير المؤمنين؟ هذا دليل. تسع دعاوي على علي بن أبي طالب، تسع دعاوي على أمير المؤمنين يا ناس يا عالم. كتاب رئيس الوزراء، كتاب وزير البلديات، كتاب محكمة النجف، كتاب بلدية النجف. منو يفزع؟ أكو واحد يفزع؟ تفزعون لو ما تفزعون؟ اتفزعون لأمير المؤمنين يا ناس يا عالم. أنا فتحت بث مباشر، واليوم بلدية النجف مسؤولة عن إقامة الدعوة على أمير المؤمنين. هذا أمير المؤمنين خصيمكم يوم المحشر. من الجهة اللي كامشة مرقد أمير المؤمنين؟ العتبة العلوية مظلومة. المرجعية تستصرخكم. المرجعية ما عدا فصيل مسلح. المرجعية نادت. الله أكبر. المرجعية نادت مرارا وتكرارا، قالت حربكم ويا الفساد ويا الأحزاب أشد من حرب الإرهاب. اليوم من تأخذون تسع قطع أراضي من أمير المؤمنين مجاور الصحن العلوي، المن؟ من هذا؟ مواطن فقير طعتوه؟ لو مسؤول، لو رئيس حزب، لو فاسدين يا محافظ النجف، دمرت النجف يا لؤي الياسري. احكي، ليش ساكت؟ من الجهة المستفيدة تأخذ تسع قطع أراضي بجوار أمير المؤمنين؟ قطعتين بباب الطوسي، قطعتين بباب سوق الكبير، قطعة داخل
داخل صحن أمير المؤمنين والعتبة لكون العتبة ناس مسالمين ما عندهم غير بس الله وهذا المظلوم. هذا المظلوم علي بن أبي طالب مظلوم ويظل مظلوم. ومن يظلمه؟ أعداءه، شيعته. هذا ما اجى واحد من خارج العراق، ولا اجى واحد من القمر، ولا اجى واحد من الكوكب. اجوا الحبربشية، اجوا الحبربشية القريبين عن هذا الموضوع. اليوم اريد اهل النجف، المواكب الحسينية، كل شريف على علي بن ابي طالب، كل غيور على امير المؤمنين، يجي بالدليل. اكبر شارب بالدولة من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية الى الوزراء، اعطيكم دليل بالدليل.